على تعيينهما أعضاء فوضية انتخابات المستقلة أو التي تسمى مستقلة دون عرض سيرهم الذاتية على الشعب العراقي وعلى البرلمان بغية التصويت عليهم ومعرفة خلفيتهم بشكل جيد مدى النزاهة، لأنهم يمسكون بمصير العراق. إذن من يسلم بنتائج الانتخابات فكان بها، من لا يسلم بنتائج الانتخابات أيضا فهو والقضاء ينجاز. لماذا كما أسلفنا حين فازت قامت دولة القانون العام الماضي بانتخابات مجالس المحافظات لم تقدم أي شكاوى؟ لماذا اليوم تطعن؟ يا سيدي هنالك من يقول في الشارع العراقي، بل هناك إجماع، يقولون كل من مد يده أو غرف من المال الإيراني حصل على أضعف النسب، بدليل خالد الملة وهو البهارات السنية إنجاز التعبير التي طعم بها الائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد الجعفري، وكذلك حميد الهايس من الأنبار، من البصرة ومن الأنبار، لم يحصل على 1000 صوت. سيد جواد البولاني الذي هو كان سابقا مرشح حزب الله لمنصب وزير الداخلية ثم انسحب عن حزب الله حصل على 2229 صوت. في جرمانة في مركز صغير في سوريا حصل الدكتور علاوي على 10,000 صوت. يعني هل تعتقد هذه حقوق الدليمي، هل تعتقد أن هذا الكلام لماذا نعيد يساعد القائمة العراقية ويساعد الدكتور علاوي العراقية هي من أشهر الحكومة ويتحدث عن حكومة وحدة وهي من قدمت الطعون؟ لماذا اصطفوا خلف القائم العراقي في البداية ثم اليوم يقولون كلا؟ طيب دكتور الحسان، أريد أن أسمع منك تعليق بالطبع عبر الهاتف من لندن، كيف تعلق على كلام الدكتور الدليمي؟ بقول الدكتور الدليمي معناها هناك صفاف طائفي، ويؤسف إليك هذا التعبير حقيقة الذي لا يقبل، وقد عرف الجميع أن العراق طمر الطائفية، ويقول التصويت على مستوى الطائفي تصويت طائفي، لأن أي إنسان يروح لقائمة وطنية معينة ليس مع قائمة العراقية يصير يمسى من تصنيف آخر، فصوتوا طائفيا في المناطق الغربية ولم يصوتوا طائفيا في مناطق الجنوب والوسط، وهذا ما يدل على أن الطائفية لا زالت متعشعشة حسب رأي دليمي في واقع المحافظات الغربية والنينوى. ونحن ندين مثل هذه التصريحات ونقول أن الانتخابات هي استحقاق شعبي، يجب أن ينصف الناخب وينصف العملية السياسية بأن تكون نزيهة وشفافة وواضحة، ومن الجميع من واجب الجميع أن يصفوا جميعا لإنصاف هذه العملية، لأن فشلها فشل العراق وفشل تجربة العراق الديمقراطية الذي يراد منها أن لا تنجح حتى يصار يبقى العراق ضعيفا ويبقى العراق واقعا أسير إلى المخططات الدولية والإقليمية، وهذا ما لا يريده الجميع. إذا أردنا أن ننهض يجب أن ننهض برؤية، لأن الانتخابات قد جريت بشكل صحيح وشفافية عالية ولم يبخل حق أحد، وهذا مطلب أتصور بسيط من قليل الشعب حتى يعرف ما يجري، والفصل والعد اليدوي وأيضا المضي بالطعون بشكل واضح وصريح بمعاييس ومقاييس دولية، أتصور هذا شيء لابد أن يصار حتى لا يصار هناك أن هناك تزوير وهناك تشويه للواقع العملية. ونحن نقول أن الائتلافات القادمة يجب أن يكون منطلقة من رؤية موحدة في المشروع، والرؤية الموحدة للمشروع البناء والإعمار والاستقرار والأمن هي ضمن الائتلافات التي تنسجم مع روح بناء الوطن وليس روح هدم الوطن. أشكرك القيادة في حزب الدعوة الناشئة قائمة دولة القانون الدكتور عبد الهادي الحساني، شكرا جزيلا لك. سعادة النائب العامري، يعني نتحدث عن تحالفات، عن خريطة سياسية، عن مرحلة قادمة يثير قضايا الدكتور الدليمي. يعني الآن يقول أن كل من أخذ أموال من إيران قد رسب في هذه الانتخابات. يعني أنا أتصور القائمة العراقية غير موفقة باختيار ناطق في سوريا الأستاذ الدكتور أحمد الدليمي، لأنه تصريحات انفعالية لا تمت لشخص فائز بالانتخابات، يعني شخص يريد أن يقصي الآخرين ويستحوذ على كل شيء ويتهم الآخرين دائما. يا أخي الأخوان اللي ويانا بالائتلاف اللي ما حصلوا من أصوات في مناطق معينة، أنتم عندكم الكثير من الأسماء التي لم تحصل على أصوات، قد تكون حصلت أقل من عندهم. أنا أتصور أن الشيخ خالد الملا شخص محترم لا يجب أن يطرح اسمه بهذه الطريقة، والأخ حميد الهايس شخص مناضل جاهد القاعدة في الوقت اللي الكثير من يدعون الوطنية تركوا العراق وهربوا إلى دول أخرى ومدوا مسميات سممت الوضع الأمني في العراق بطريقة هدرت من خلالها دماء العراقيين. لذلك لا يمكن الكيل الاتهامات بهذه الطريقة،
وإذا كان الموضوع موضوع أموال فالكثير من القوائم متهمة بأخذها أموال من دول أخرى، حتى أن قسم من الأشخاص متهمين بأنهم هم يتعاملون مع إسرائيل الذي هي عدوة العروبة والإسلام، ويتهم الكثير من الشخصيات بأنها تأخذ أموال من CIA ومن مخابرات لدول عربية أخرى. هذا كيل الاتهامات بهذه الطريقة، هذا ليس الطريقة لبناء بلد موحد على أسس ديمقراطية وأسس وطنية. أنا أتصور أن الشعب العراقي قال كلمته، اختار ممثليه، اختار الأشخاص الذين يحترمهم ويثق بهم، واختار وكل من رشح هو شخص محترم وشخص عراقي يتبنى منهجا وطنيا يجب أن يكون بهذه المواصفات. أما أن قائمة حصلت على أكثر أو قائمة حصلت على أقل، هذا ما أفرزته نتائج الانتخابات، والعراق بحاجة إلى اتفاقات سياسية، تحالفات سياسية تنتج حكومة وطنية ترعى مصالح أبناء شعب العراق تحقق خدماته. دكتور دليم، إذا عدت إليك من دمشق، يعني أنا كنت في بغداد والتقيت بالدكتور أياد علاوي، اسمح لي أن أقول لك أنه لا يفكر بهذه الطريقة التي تتحدث عنها. يعني قبل عدة أيام كان هناك لقاء بين السيد عمار والدكتور أياد علاوي، وإذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا ينتمي إلى أو أقرب إلى الدولة هذه أو تلك، يعني كيف يمكن للعراقية الآن أو للدكتور أياد علاوي أن يتحالف مع هذه الكتل إذا كانت يعني إذا كان الحديث بهذه اللغة التي تتحدث عنها؟ والله يا سيدي فليكف خصومنا وغرماءنا بكل الاتهامات إلينا كي نكف عنهم بفتح جبهتنا من الإدانات والأدلة القاطعة التي لمسناها لمس اليد خارج وداخل العراق حين تم شراء الذمم، وهذا من أقحم الدين والمرجعية وحاملين كف سيدنا العباس عليه السلام ويحلفون به كل القائمتين في السيدة زينب، ورأيناها بأم عيننا. يا سيد العزيز، هناك زحف مليوني ذهب لانتخاب القائمة العراقية. طيب الآن فزتم في هذه الانتخابات، كيف ستكون طبيعة المنفذ والمخلص والدكتور علاوي، وهذا بإشادة حتى رجال الدين المسيح قالوا في الكنائس للأخوة المسيح انتخبوه لأنه المنقذ والمخلص، هو الذي له هو الأمل الوحيد في إنقاذ العراق من الوضع الحالي. طيب. المالكي وسيد الجعفري أخذوا فرصتهم في الحكم، لم يثبتوا أي جدارة وهذه حقيقة، بل جلبوا إيران إلى وسط العاصمة بغداد، وهذا ليس في حد من معلوماتنا، بل حديث حتى دول الاتحاد الأوروبي التي تقول بأن إيران مسيطرة على الوضع العراقي. فلنترك أن نمنح فرصة لأعضاء القائمة العراقي ليثبتوا جدارتهم، لأنهم متمسكين بعروبة العراق وبخطاب وحدوي عروبي، لا للإقصاء لا للتهميش لا للقتل لا للتصفية، نمد أيدينا للرابحين وللخاسرين. طيب. وعفى الله عما سلف ونطوي خلافاتنا كطي السجل للصحفي. طيب. لا أن نثيرها مجددا. جيد. يعني هذا بعث. طيب اسمح لي أسمح عليكم الدكتور الياسري حول هذه العراقي انهار يوما بعد يوم، البنية التحتية منهارة، خدمات منهارة، التهجير على طبيعة التحالفات الآن. يعني هناك حديث يدور عن تقارب الآن ما بين الائتلاف الوطني وقائمة القانون، ويعني كيف تجري ربما حركة هذه التحالفات والتواصل مع الكتل الأخرى؟ نعم، اسمح لي في البدء أن أتبرع بتقديم المشورة القانونية المجانية للأخ العزيز المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية. يا سيدي أنا أتبرع لك بتقديم مشورة القانونية، وأنا رجل مهني وقانوني ومعروف لدى جميع الأوساط بمهنيتي وموضوعيتي وحياديتي. يا سيدي المتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي لا يتحلى ولا يتلفظ بهذه الألفاظ، كل ما ذكرته يصب في المجال الطائفي. أنا لم أسمع أحدا من الذين اشتركوا في هذه الحلقة تحدث بنفس طائفي، لكنك حاولت أن تكرس النفس الطائفي، تكيل الاتهامات جزافا، وأنا أقول لك بأن القانون يعطيك الحق في أن تبين وجهة نظرك كما يحلو لك، لكنه لا يعطيك الحق في أن تكيل الاتهامات، لا سيما إذا كانت هذه الاتهامات غير مبنية على دليل.